لترند الاهلي واخر الاخبار بالنسبه للنادي الاهلي على السوشيال ميديا. يلا بينا. اليوم السابع على تويتر كتب ان احمد الشيخ هيخضع لاختبار النهارده لتحديد موقفه من مباراه انبي. الوطن سبورت على تويتر قال ان فرص احمد الشيخ في التواجد مع الاهلي امام انبي صعبه. صفحة سوشيال اهلاوي على تويتر كتبوا يوم واحد يفصلنا عن رؤية اعظم نادي في الكون. الاهلي فانز على انستجرام قال ان الشناوي اول مصري يفوز بجائزة رجل المباراة في كأس العالم، دفعة معنوية مهمة. موقع سوبر كور على تويتر قال ان الاهلي خاطب كاف لبحث موقف رمضان صبحي بعد انتهاء اعارته من هدرسفيلد. الاهلي اليوم على فيسبوك كتبوا ان المفاوضات مع رمضان لا زالت مستمره واقتربت بشكل كبير من الحسم بعد التوصل لتقارب الا انها لم تنتهي بعد فعلا. صفحة ماجيكانو على فيسبوك نشرت تصريح لحسين الشحات قال ان هدفه في الزمالك هو الاغلى في مسيرته، وكان هدف تحفة بصراحة. الحساب الرسمي للكاف على تويتر نشر فيديو لجماهير الاهلي اثناء تشجيعهم للفريق. لسه مع الحساب الرسمي للكاف اللي نشر كمان فيديو من اخر تتويج ببطولة افريقيا للاربع فرق المتأهلين لنصف النهائي. صفحة قناة الأهلي كمان ردت وقالت إيه أو نشرت كمان صورة لوليد سليمان وكتبت نجومنا بدأوا بالفعل الاستعداد لتسلم كأس جديد بإذن الله تعالى. طيب دي كانت بعض الامور اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في الصفحات المختلفه على السوشيال ميديا سواء فيسبوك تويتر او انستجرام، ولا تحديدا عايز ابتدي بصفحه ماجيكانو على فيسبوك واللي نشر التصريح لحسين الشحات واللي بيقول ان هدفه في الزمالك هو اغلى هدف في مسيرته حتى الان. طبعا ان حسين الشحات مسيرته ان شاء الله باذن الله ممتده مع النادي الاهلي، لو الهدف جاهز يا ريت نعرضه نفكر بيه الناس لان هو فعلا هدف ممتع جدا كان في مباراه السوبر قبل بدايه هذا الموسم الطويل جدا معانا في الحقيقه، وفوز النادي الاهلي في هذه المباراه بنتيجه 3-2. وتحديدا انا عايز اتكلم على حسين الشحات وعلاقته بالنادي الاهلي وارتباطه كمان بالنادي، لان ساعات كده واحنا بنتفرج او حضراتكم بتتابعوا بعض البرامج تلاقوا بعض المقدمين بيبقوا قاعدين ما فيش حاجه في بالهم يقولوها، فاللي بيجي في دماغهم يقولوه خلاص. يعني مثلا واحد قال لك ايه، قال لك حسين الشحات الاهلي عرضه على الفريق الفلاني بمبلغ كذا. الكلام ده يا جماعه غير حقيقي خالص، واي حاجه بتسمعوها ما تصدقهاش. طبعا اكيد حضراتكم اتعودتوا على الكم الهائل من الاشاعات على النادي الاهلي. حسين الشحات في الحقيقه ركيزه من الركائز الاساسيه في تشكيل النادي الاهلي واللي بيعتمد عليهم بشكل كبير جدا مستر رينيه فايلر. فحسين الشحات مكمل مع النادي الاهلي ولاعب مهم بكل التاكيد. طيب انا عايز اروح كمان لحساب الكاف على تويتر واللي نشر فيديو لجمهور النادي الاهلي اثناء تشجيعهم للفريق، وفي الحقيقه فيديو مهم جدا لان احنا وحشنا زي ما وحشنا فريق النادي الاهلي احنا وحشنا جمهور النادي الاهلي في المدرجات. خلينا نروح نشوف الفيديو، يلا بينا. يعني وحشنا جدا بصراحه صوت جمهور الاهلي، ودايما جمهور الاهلي بيبقى السند الاساسي للاعبيه في اي لعبه داخل القلعه الحمراء وفي اي بطوله واي مباراه، ده امر مؤكد. طيب خلينا نروح للحساب الرسمي للكاف كمان واللي نشر فيديو من اخر تتويج ببطوله افريقيا للاربع فرق المتاهلين اللي حضراتكم عارفينهم طبعا اهلي زمالك وداد رجاء. نشوف الفيديو ونرجع.
2013 طبعا كانت اخر بطوله للنادي الاهلي، ان شاء الله 2020 تكون البطوله الجديده اللي تضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي، بالتحديد البطوله الاغلى عند الجمهور وهي بطوله دوري ابطال افريقيا. هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا.